الاختبارات في جميع الوجهات الدينية لكنها لا حكمها كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كانت تصلي في بيتها ومتسترة ستر الشرعية أي كانت صلاتها مقبولة وليست كصلاة ذلك الرجل المسيء صلاته كما ذكرنا في أول مسجد فصلاتها تكون صحيحة مقبولة وتبرجها وعدم لباسها لباس الشرعي أو بلا شك اسم ستحاسب عليه يوم القيامة. لكن أنا في اعتقادي أن أغلب النساء اللاتي لا يحتجبن الحجاب الشرعي عند خروجهن من دورهن أغلب هذه النسوة لا أتصور أنهن يلبسن اللباس الشرعي بالمئة مئة حينما يقمن إلى الصلاة في بيوتهن، لأن هذه طبيعة الشيطان أنه يجر الإنسان ذكرا كان أم أنثى إلى مخالفة الشرع بالتدرج، فهو يزين المرأة أن تصلي في بيتها مستورة، لكن إذا خرجت لا بأس عليها في ذلك والله غفور رحيم. لكن لا تشعر المرأة بأن الشيطان سيحملها أنها إذا قامت إلى الصلاة في بيتها أنها لا تتستر الستر الشرعية. مثلا قد تصلي وثوبها الذي يستر بدنها قصير فيظهر من قدمها شيء، إما يظهر بشرتها وإما أن تلبس لباسا يحجم بشرتها، وكل من الأمرين لا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى.